إنك تتربى على المراقبة وهو معكم أينما كنتم، يعلم السر وأخفى، وكل شيء هيجمعه عليك حسنات وسيئات، وتقف بين يدي الله متجرد من كل نعيم، من كل ملك، من كل، حتى من اسمك، من رسمك، من وصفك، من أرحامك. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انت رايح فين؟ وبعدين اياك انك تقترب حلم الله، نفس يخرج منك ما يدخلش تاني ابدا، نفس يدخل فيك ما يخرجش تاني ابدا. الهدوم اللي انت لابسها بايدك وعلى مزاجك وبرغبتك دي ممكن تنزع منك في لحظة، في جزء من لحظة. انت مش ملاحظ؟ والله انا قاعد اتفكر الصبح، اكتر خبر بسمعه على الفيس وبقرأه، توفي فلان، فلانة ماتت، فقد الشباب ماتت، وزوجها ولا ابوه كان ميت من يومين. حاجة والله العظيم تخاف، حاجة تترعب، حاجة تحمد ربنا ان لسه فيك نفس، انك تستغفر، انك تتوب. لابد من مراقبة، لابد من جد واجتهاد وعمل. ديننا دين العمل، ديننا دين الحركة. الشباب اللي جالسين بلا عمل، انت منتظر ايه؟ انت تكون بمين؟ منتظر لما تعطيك امك ولا ابوك؟ او تتسول وتسأل الناس؟ انت فاكر لما تمسك فوطة وتقف كده في الميادين وفي التجمعات تمسح السيارة تنتظر استعطاف الناس، ده عمل؟ او انك ماسك بتاعك كده وقت تعمل في الابواب، او انك واقف كده تبيع منديل؟ اتحرك، اشتغل. النبي لما شاف الراجل الشاب بيصلخ شاه قال ما هكذا، اعطني، خد المدية، خد السكينة، ووراه وعلمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان اشجع العرب، كان بيخوف الناس. لما عرض عليه الاسلام صلى الله عليه وسلم قال ان صرعتني اسلمت، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان حمله وان رماه بعنف على الارض، شلوا ويزعوا في الارض. لازم انك تبقى قوي. قال الله ليحيى في سورة مريم خذ الكتاب بقوة. النبي كان بيتحرك بجد ونشاط، كان يوزع الأعمال ويقوم وأنا علي جمع الحطب، يشوف أصعب حاجة ويعملها بنفسه صلى الله عليه وسلم. كان يشاركهم في حفر الغندق، ولما صعبت عليهم صخرة نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بمعولي ثلاث مرات تفتتت. اتحرك وانت في ثقة ان الله سيغير الحال، انطلق. ماذا ننتظر؟ نستورد ناس يشتغلون؟ اشتغل ولو بالقليل، واتق الله في هذا العمل سيبارك لك فيه. لازم تتقن عباداتك، تتقن معتقدك، تتقن الصلاة. النبي لما شاف واحد لا يحسن الوضوء نادى في القوم ويل للأعقاب من النار. مفيش مجاملات في الكلام ده. صلاتك، خشوعك، طمأنينة، الركوع، السجود، القراءة، الذكر، الدعاء، فتش صيامك. انت لسه منتظر رمضان؟ فين الاثنين والخميس؟ فين الايام البيض؟ فين الايام اللي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الزكاة منتظر ان احنا نهزك؟ وهذا وقت الناس في امس الحاجة الى النفقة والى الصدقة. اتقن عملك، وهكذا في كل العبادات، كذلك في المعاملات، في العمل ولو قليل لو بسيط، اتق الله فيه. يطاب لك، يطيب لك، تطيب لك. في الأخلاق أحسن. شوف ربنا وبي ربنا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحسن خلقك. وقولوا للناس حسنا، كلاما حسنا بطريقة حسنة. اتقن في أخلاقك، في معاملاتك، في عبادتك، في حلك وترحالك، لأن فيه رقابة ذاتية، فيه رقابة داخلية. إن الله مطلع،
وهيعاملك على خباياك وسرك. وانتبه، الميزان اللي انت بتوزن به سيكال لك به، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغير حالنا إلى أحسن حال.